اليوم الحادي عشر من شهر طوبى المبارك، احسن الله استقباله وعد علينا وعليكم وانتم مغفور الخطايا والذلات من قبل مراحم الرب يا ابناء اخواتي امين. عيد الظهور الالهي او عيد الغطاس في هذا اليوم من سنه 31 ميلاديه اعتمد سيدنا والهنا وربنا يسوع المسيح من يد القديس يوحنا السابق، ويدعى هذا اليوم باليونانية عيد الثوفانية أي الظهور الإلهي. هذا هو ابن الحبيب، والابن قائم على الأردن والروح القدس شبه حمامة نازل عليه، كما شهد بذلك يوحنا المعمدان أن السيد المسيح لما اعتمد صعد للوسط من الماء، وإذ السموات قد انفتحت ورأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه وصوت من السموات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. هذا اليوم الذي قال عنه يوحنا البشير: وفي الغد نظر يوحنا المعمدان يسوع مقبلا إليه وقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لذلك جئت أعمد بالماء. ففي هذا اليوم ظهر مجد السيد المسيح أنه ابن الله وحمل الله الذي يحمل خطية العالم. لذلك صار هذا العيد عظيما عند جميع المؤمنين، وتطهرون فيه بالماء مستابا للمعمودية السيد المسيح له المجد، وينالون بذلك مغفرة خطاياهم. لإلهنا المجد والكرام والسجود من الآن وإلى دهر الدهور كلها أمين. ورانين شوشوب بكران Oh,
جاءت